الخلف صور استهداف سيارة مدنية من قبل دبابة إسرائيلية في شارع صلاح الدين في قطاع غزة. لا حول ولا قوة إلا بالله. راح فيها الراجل. إذا نظر هذا الفيديو. لا حول ولا قوة إلا بالله. استهداف دبابة إسرائيلية لسيارة مدنية داخلها مدنيين فلسطينيين في شارع صلاح الدين في قطاع غزة، وهو الشارع الذي يعتبر من أحد الشوارع الاستراتيجية في قطاع غزة، كونه الشارع الذي يتنقل خلاله السكان بين شمال القطاع وجنوبه. لا حول ولا قوة إلا بالله. عيلة كاملة. أرجع. صور. الله يستر. راح الزلمة. الله يستر. هيها. مشت. راح. لا حول ولا قوة. مدنيون مارين بي